جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن قص الشعر للمرأة بقصد الزينة وهي لا تقصد التشبه بأحد ولا تعرف أيضا التشبه، وإنما بالشكل الذي تريده هي بنفسها، هل يحرم قص الشعر حينئذ إلى الكتفين أو لا؟ الأولى والأحسن ترك الشعر لأنه هو الزينة، في قصه تشويه. وقولها إنها لا تقصد التشبه هذا فيه نظر، لأنه ما كان يعرف هذا القص إلا بعدما جاءت هذه الموضات الجديدة ورأت النساء في هذه البلاد النساء من خارج هذه البلاد، رأيناهن أو رأينا صورهن في وسائل الإعلام، أخذنا يقلدنا ما يظهر لهن من صفاتهن، فهذا فيه تشبه بلا شك، وهو عادة مجلوبة بلا شك، لأنها ما كانت تعرف في هذه البلاد، وإنما جاءت عن طريق التشبه بنساء الخارج. وكما ذكرنا أن جمال المرأة في شعرها وذوائبها وبقائها، إنما تقصه إذا احتاجت إلى قصه لمرض أو لزيادة كلفة وهي لا تستطيع، أو لكونها كبيرة السن وفي طول الشعر كلفة عليها، لا بأس بذلك، إذا قصته للحاجة لا بأس، أما قصه للزينة فإن الزينة في بقائه. نعم.